أنيس زعلان كثير. أنيس ليه؟ رفيان بس ماني حبه، ماني حبه ابدا اليوم، كثير متضايق بس لانه ستريسي وكانه من هيك بس مش هيك من هو عم بيحضر الليفال كان ستريسي اليوم كثير. فاتي بعد عم تحكي خيي حطيت دقيقة ما سألتها بس بكره بحكيها وحطيت في احكيها بكره؟ ايه ايه بكره بحكيها انا وانت. حطيت دقيقة لنسيم ايه بكره بتحكيها ما بتزعل برامس. حكيت رفيقك فاتي؟ مين؟ فاتي حكيت خيي من اول جمعة ما بعرف وين كشفت فاتي بعرف هي حكيته اكيد مش اكيد ما كنا قاعدين بس يا بس يا مش معقولة مش معقولة هالبنت تعرف قد ايه هي انا عن جد كيف تجذب ما بتصدق. عارف انت هيدي رفيقته وعارفه كثير كثير منيحه يعني مغربيه لا 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 انت اكيد مغربيه تقبل نظرتك من نفس المنطقه تبعك نفس منطقتك من وين؟ من نادور. قول نادور يي انا بعرف قد ايه جايين كادويات من نادور ما هي منطقتك جايين كثير كادويات كل القضايات من نادور تكت تعرف قبل نادور تكت مالي ولكن ما عمرك بشي قد ايه بعيده عن منطقتك شي شي قد ايه بعيد فنونة قد ايه بعيد عن 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 اسفي كثير تقريبا انت يعني ريف اي انا ريف ريف ريف, ريف. جبال مدينة لا لا مدينه هي معلم هو معلم انا يعني عم اقول لك عم بحكي عن عاده بس انت كثير كثير هذه شراره هذه شراره قال عنكم معلم كثير منيح هنا موشح انت عملتي كثير عم تعملي كثير عملنا غلط في انا بعرف كده زي بعد لك التفاصيل فالتفاصيل انت حتى يا رب ميزك وحيط الله كيف بتحبيني انت بهذا المنظر بس ليه شفت كيف بتحبيني بدفه شو قالك ايه شو قالك اصلا انت متاكد من حالك انها بتحبك انه ليش متاكد انها بتحبك مين حنان جايز ملاحظين انها من اول ما اجينا على اكاديمي لهلا ولا مره قاعدين هيك قاعده يلا مبسوطين عن جد ده ليك شغله ماما عن جد احكي هلا ماما بس تحب شخص خصوصا بنت امي بتغار علي كده عسل 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 بتغار اخي قد الدم يا جماعه شوفوا مايكاتكم وحيات امي حنان شوفوا مايكي امي كنت احب لا لا امي تكون مرتاحه مع بنت اصلا واساس حديث يعني رفال انا حنان كون حد حنان وحكيت امي انا حب شخصيتك اما انا مش رفيه بده اياها فادييز ودو دييز يعني سستوني هاي بلسانك كيف يعني كيف يعني كيف يعني بتغار لا كيف يعني شو بتغار ايه كثير بتحبك ما بتتصورك مع شخص مع بنت ما تخاف حدا ياخذنا وشو واذا تخاف بنت تاخذني من فهمت وزمان ما كانت مش انزاهم يعني يزعجني يضايقني نفسك مش كفايه ماشي اللي تعمله تحت يعني بتعرف انا قد ايه بحبك وبموت فيكي وورد ومش ورد وتصور فيك يعني بخاف اذا حدا لان انا بحب بتعرفني كثير بتحلى وكثير بحب بحب من قلبي عرقان بتعرف طبعي بتعرف طبعي الاحساس انه اذا طلعت بشغل ممكن اعطيك كل شيء وما اطلب شوي منه فلازم يكون هالشخص منيح اذا شخص مش منيح ممكن يوديني لو حالات مش منيحه ويأذيني حسيتي وحياة الله عم بقول لك حياة الله مثل ما طلي كذبة حسيتي بس انه حسيتي حتى ما قولي اه ولا انه تكون اكيد يا بيبي حاسس انه ابنها واقف قدامها تكون هيك مرتاحه يعني ضميري مرتاح مرتاحه نفسيتي شوفي كيف بتهيص لي بتنساني ايام المسرح انا لا بس انه حلو الواحد وتحكي لامي انا اصلا امي والله حكيت مع امي حكيت مع امي الفتره الجايه اللي هم البنات اللي هيقفوا كده يقول لك بحبك كده امك انت تردي ما بتحب ما بتحب البنات ما بتحب البنات يجوا حلو والله والله زين وحياة امي ما متحمل ما قلت لي هيك سيفي بعد الجواز وانت اصلا كنت متفق لانه على الاقل انت بس بفكرك انه اذا حكيتها هيدو انا ما بسال ليش ما بتسال ما انت مو بترد اصلا وقت انا بسال بتقول لا انا ما بتسال انت بتيجي بتساليني هيك خبر لي قل لي شيء خبرني شيء اذا 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 قعدنا هيك عم قلنا ما بتسالني هيك كلهم هودي طيب يعني هودي طيب هيدي من الاساس تقلي